للأمانة، لأن هذا الرجل قال: اللهم إني استأجرت أجيرا بفارق أرز، نعم يعني مكيال مقدار، نعم، فلما أتم نعم قضى عمله أتمه كذا، يعني عرض عليه فرقه فرغب عنه لم يأخذ، نعم. لكن هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأمانته ولحبه لأخيه ونصحه له، يعني كان يستطيع أن يكتفي يعطيه الأجر المتفق عليها بداية فقط، صح؟ صحيح في الأول، لكنه أعطاه كل ما أثمر أجرة له. الله عز وجل حفظ له ماله، حافظ له، بل كثره وسمره له. نعم، زرع له الأرز حتى جمع له بقرا ورعاءها.